فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، هل يفيد ذلك أنه لا يجوز الأجرة على الأذان؟ الأجرة الخاصة ما تجوز كسائر الأعمال، ما أبني لك البيت أو الجدار إلا بأجرة، ما أذن عندك إلا بأجرة، ما يجوز. أما الأجرة من بيت المال هذه ما هي بأجرة، هذا رزق من بيت المال، وللأئمة والمؤذنين حق في بيت المال، لا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.